معالي المواطن العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، الليلة ملف الاتفاق المالي بين المركز والإقليم، لكن قبل الانطلاق بملف الساعة نستعرض لكم أهم الأخبار التي تأتي من مصدر برنامج في دائرة الخطر. الخبر الأول، إقالة قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح جاءت عبر اتصال هاتفي بين أسعد العيداني محافظ البصرة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد شكوى المحافظ من قائد الشرطة عقب حرق بيت المحافظ وسيارات الشرطة. ويقول المصدر، تداعيات اعتقال مراسل قناة الحرة كانت الجزء الأكبر بإقالة قائد شرطة البصرة غير سيناريوهات التعامل العسكري ضد المتظاهرين. أما الخبر الثاني، مصدر البرنامج يقول هيئة النزاهة تصدر أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق الدكتور علاء العلوان ووكيله بسبب قضايا وملفات فساد في عقود الوزارة، وأمر قبض أيضا بحق محافظ بابل السابق كرار العبادي واستقدام بحق الأسبق صادق مدلول السلطاني. ويقول المصدر، هيئة النزاهة في صدد إصدار أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين قريبا جدا. هاي أخبار اليوم من خلال مصدرنا. أما ملفنا لهذه الساعة بعنوان ملف الاتفاق المالي بين المركز والإقليم، لنتابع التقرير. تقرير اليوم يحكي عن أسرار ليلة التوافق المالي التاريخي بين المركز والإقليم. هيج عبر عنها القادة الكرد السياسيين بعد إطلاق 320 مليار كمرتبات شرعية لموظفي الإقليم. لحظة، الأطراف السياسية الأخرى تقول غير هذا الكلام. شلون؟ الإقليم لم يلتزم في أي توافق مالي منذ عام 2003 إلى الآن. كيف رئيس الحكومة عبر مكالمة واحدة يرسل مليارات دون أن تعطي حكومة إقليم كردستان أموال مستحقات النفط والمنافذ الحدودية والجوية والرسوم الأخرى؟ هاي الليلة المالية أثارت الرأي العام العراقي ضد حكومة الكاظمي. ليش؟ هسه أقول لك. الخلل في علاقة المركز والإقليم خلل مالي وسياسي مرتبط بإيرادات بلد ومستحقات ناس، واللاعب السياسي يظلل القضية. بس نسمع بالأخبار توافق بين بغداد والإقليم، والمشاهد يحلل شنو هاي؟ توافق بين دولة ودولة؟ لو إقليم تابع الحكومة الاتحادية عليه التزامات أمام المركز ومستحقات مالية، ولا هاي صارت ولا ذيج، ولا شفنا الإقليم يلتزم بتصدير النفط وإعطاء أموال البغداد، ولا بغداد تتحرك لرسم سياسة مالية مع الإقليم. لدوخ حبيبي، قصة طويلة، منين ما تكتب النهاية مالتها يطلع الكل منتصر على حساب قوت العراقيين. المهم بالتقرير، التوافق المالي مع الإقليم تاريخي، لو متعلق انطيني مالاتي وأدعمك في البرلمان، ومن تجي حكومة جديدة نرتب الوضع وجيب وفود وودي وفود، وتالي شفيان شر الملع ليوي أغاتي. مشاهدينا الكرام، من جديد تحدثنا عن الاتفاق المالي بين المركز والإقليم، وأيضا قضايا تتعلق بالاقتصاد العراقي والمرحلة الراهنة الآن راح نناقشها مناقشة مستفيضة مع الضيوف الكرام. أبدأ بداية بالترحيب بالدكتور محمود داغر، خبير في المجال الاقتصادي والمصرفي، إذا كان عنوان جنابك صحيح. تمام، أرحب بجنابك وأرحب بالصديق العزيز الأستاذ مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا ستنضم معي عبر خدمة سكايب النائبة الأستاذة نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية النيابية السابقة. أرحب طبعا بالدكتورة إذا كانت تسمعني. بداية إذا يسمح لنا أستاذ مهدي، نبدي مع دكتورنا ونتحدث عن الواقع المصرفي والاقتصادي في العراق. خطوة السيد الكاظمي بإعطاء المستحقات، أنا أسميها، لإقليم كردستان 320 مليار، كيف شفت هذا المشهد وإحنا في ضائقة مالية، وهل ممكن أن نتحرك على إقليم كردستان بهذا الصدد المالي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا إليك ومتابعيكم، وترحيب أيضا بالضيوف الكرام. دكتور الغالي، خلي يعني نثبت حقيقة. لا لا لا، حكومة يعني الإقليم كردستان هو جزء عزيز من العراق، وبالتالي
الموظف في إقليم كردستان لا يختلف عن الموظف في أي مكان في العراق. وأنا بقناعتي أنه المناكفات السياسية يجب أن لا تنسحب مطلقا على هذا الموظف البسيط المعلم اللي يعلم أولادنا في كردستان، واللي يشتغل بالنفط واللي يشتغل به في إلى آخره. لكن يبدو أن عدم الإدراك لهذه الحقيقة من قبل الكتل السياسية وتوسع المناكفات ومحاولة تحقيق معادلة غير صفرية فيها غالب ومغلوب بدأ يلقي بظلاله على حياة الموظف المسكين في كردستان، كما هو يلقي بظلاله على الموظف في البصرة أيضا. لابد من إدراك أن هذا الموضوع موضوع خطر ولا يجوز استخدامه لغرض إيذاء الطرفين. لا الإقليم من حقه أن يتنصل من اتفاقاته المالية المتكررة والتي كتبت بها. أما العودة للدستور أنا أقول لهم للثنين، يعني للطرفين، وأنا رجل مستقل، للطرفين الدستور يحكمهم بثلاث مواد. إذا المادة 110 تقول رسم السياسة اتحادي، إذا المادة 114 تقول الحدود والضرائب والمشتركة بين الطرفين. فأرجو ألا كل واحد من عندهم يقول نحن نستخدم الدستور وكأن الآخر لا يستخدم الدستور. احنا بيناتنا اتفاقات حقيقة. خلي نوضح من المذنب بالعملية. يعني في حكومة العبادي أيضا صارت مشكلة، وذهب العبادي الفريق إلى شمال العراق وعادوا، وأيضا لم يكملوا المهمة ووضعوا 317 مليار شهريا حصة الرواتب لإقليم كردستان. وراها اجت حكومة عادل عبد الملك غيرت الاتفاق هذا وجاءت باتفاق جديد، اعطت 453 زودت شهريا. وايضا لا يوجد اقناع بالموضوع. بس اريد اخذ من عندك معلومة مهمة لرأي العام العراقي. هاي الزيادات والحصة ترتب عليها انه الاقليم سلم اموال له؟ لا كمراقب لم يسلم الاقليم بالحقيقة من ذاك الوقت، وحتى الآخر اتفاق انعقد في 1/12/2019 بحضور وزير النفط العراقي ووزير المالية العراقي ووزير المالية الكردستان في بغداد، واتفقوا على دفع 250 بعد سنة كاملة. هذا ما صار شيء. ما صار هذا. خلينا كان يفترض في يناير 2020 يندفع وايضا لم يدفع، وبعدين قالوا مو الحكومه ما تشكلت الموازنه ما جميل. ما أفرق. خليني قبل لا اروح الدكتور مهدي، بس خلي نقدم السيدات الدكتوره السيده نجيبه. رحب بجنابك اذا كنت تسمعيني. يابا المشكله هسه بالطرح الاعتيادي بالطرح الاعلامي، يقول لك يابا بغداد دائما هي التي تبادر بفتح الحوار والاتفاق المالي مع إقليم كردستان، لكن الإقليم وقيادات الإقليم تتنصل عن الاتفاق المالي. هل تذهبين مع هذا الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الكرام ولمشاهدي قناتكم أيضا الكرام. في الحقيقة البداية التي بدأ بها ضيفك الكريم أنه يجب أن لا تكون المناكفات السياسية هي السبب في قطع أرزاق الموظفين، ولأنهم مواطنين عراقيين، ويجب أن لا تكون قوتهم هي يعني الحرمان من قوتهم بسبب أي مناكفة سياسية. هذه يجب أن تكون خط أحمر يعني بالنسبة لرئيس الوزراء وزير المالية. جميل. أي سياسي يحب مصلحة العراق والعراقيين. هاي أولا. طيب. اثنين، مشكلة الأزمة المالية هي ليست حالية، يعني حقيقة بعد 2003 ولحد الآن. أنا فقط أعطيكم أرقام بعد يعني من 2014 عندما تم قطع الحصة ولحد الآن المفروض الحكومة الاتحادية. ألو صوتي يوصل؟ أسمع واضح ست نجيبة، تفضلي.
اعطيني الارقام اللي عندك. نعم، يعني من 2014 شهر الشباط ولحد الان الحكومه الاتحاديه التي هي المفروض يعني اب لكل العراقيين واب لكل يعني لكل الموظفين وتلعب دور ابوي وليس يعني معارض او مناكف او يعني في تحدي مع شعب اقليم كردستان. حقيقه 75 تريليون و541 مليار دينار، يعني هاي الاستحقاقات الماليه المترتبه من حكومه اقليم كردستان على حكومه الاتحاديه. من هذا المبلغ يعني يعني فقط وصل 13 تريليون، يعني من 2014 لحد 2000 يعني 2019 تقول. هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم بذمه الحكومه العراقيه دينار عراقي بذمه المركز تتحدثين ست نجيبه. المفروض كانت يعني الرقم 75 تريليون استحقاقات ماليه لشعب نجيبه. سمعيني كردستان. وعندما اقول شعب اقليم كردستان يعني موظفين، لان شهريا حكومه الاقليم ملزمه بدفع رواتب. إذا تسمعيني جنابك قلت لي 75 وشهداء جنابك كنت لجنة مالية ست نجيب إذا تسمعيني القوى الداخلية نعم البوليس والشرطة يعني 892 جميل. مليار دينار عراقي جميل بس إذا كنت تسمعيني ست نجيب خليني استثمر الوقت بعد إذنك إذا تسمعيني لحد الآن طبعا هاي هذه يعني الاستحقاقات التي كان من المفروض أن يتم دفعها شهريا والحكومة الاتحادية باعتبارها الحكومة الاتحادية والموازنة أيضا اتحادية لجميع العراق جميع العراق. جميل ست نجيبة تسمعيني الآن يعني عانت مشاكل عديدة وواجهت شباب يعني شباب تسمعني ست نجيبة لو خلي عندنا مشكلة بالصوت ست نجيبة بس ست اكو مداخلات مع جنابك اذا تسمحي لي واعطينا مساحه ان نوزع الوقت مع الضيوف بس انا عندي مداخله قبل لا انتقل للاستاذ مهدي ذكرتي 75 اذا تسمعيني 75 السؤال اللي جنابك سالتني في الحقيقه بخصوص المشكله الماليه يعني ليش ما يعالجوها؟ اكو نقطه رئيسيه انهم لا يريدون تطبيق الدستور. لو طبق الدستور كما هو يعني منطي صلاحيات اتحادية لأقليم كردستان وهو الأقليم الوحيد حقيقة. طيب لو كان هناك أقليم طيب خلينا داخل ويا جنابك وين الالتزامات وين التزامات الإقليم المالية قبال المركز إذا نريد نروح للدستور فقرات الدستور اللي ذكرها دكتور محمود كانت واضحة تلزم إقليم كردستان بسداد الأموال إذا على مستوى المنافذ الرسوم ضرائب حالكم حال البصرة. أنتم تحدثون عن ديون الآن 75 تريليون زين ماذا سدد الإقليم خلال 2014؟ الواقع واقع أقليم كردستان حقيقة لأن أقليم كردستان إلى برلمانها حكومة وعدها يعني مؤسسات ليس كمحافظة يعني تعامل معها كمحافظة مثل باقي المحافظات. طيب. فهذا التعامل يتطلب أن تكون يعني الإيرادات الاتحادية وكذلك الحسابات مع أقليم كردستان عن طريق المؤسسات الموجوده في اقليم كردستان وفقا للدستور العراقي. اي مو ما حد يقدر ست نجيبه ست نجيبه طلع مدير الرقابه الماليه والمنافذ الحدوديه قال انا ما اقدر اطب للاقليم شلون راح يقدر يحقق الاموال؟ رسم السياسه صحيح هي صلاحيات الحكومه الاتحاديه جميل. راح ارجع لجنابك الاداره هي من اختصاص وصلاحيات تمام حكومات راح ارجع لجنابك اذا تسمعيني استاذ مهدي ست نجيبة إذا تسمعيني راح أرجع جنابك نكمل الحوار أستاذ مهدي خليني بغياب الرؤية أكو غياب رؤية دائما كل مرة وفد يجي من كردستان إلى بغداد وبالتالي طلعنا بلا نتيجة تعطي بغداد أموال وبالتالي ماكو سداد من الإقليم هذا السيناريو ليش يتكرر؟ ولقناتك ومشاهديك ودكتورنا العزيز اللي شرفت بحضوره اليوم وأختي العزيزة ست نجيبة مشتاقين لها. جنابك اعرف اول مره خلي اقدم تهنئه وتبريك لحزب الديمقراطي الكردستاني بتاسيسه بسنه تاسيسه وان شاء الله يكون خاصه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني اجمل التهاني والتبريكات مبارك عليكم التاسيس كاكا مسعود وكاكا نجيربان وكاكا مسرور وكاكا فاضل الكل القياده السياسيه والمكتب السياسي وين التبريك دزلهم رسائل قول حواركم مع بغداد خلي يصير بنفس ان شاء الله نسق العيد ومقابلها التزامات ماليه مقابلها اكو يعني ملاحظه هم اريد اوجهها رساله يعني حقيقه
هذه الرسالة إلى المشككين والكارهين والحاقدين على الكرد من بعض مثل ما ذكر أستاذنا الدكتور الفاضل، أكو بعض الكتل السياسية، شخصيات سياسية، أعضاء مجلس النواب لا ترغب وتكره وشو ما توصفها وصفها أي تقارب يكون بين الإقليم والمركز. هاي رسالة لهم أنه سوف تكون الإقليم جزء لا يتجزأ من العراق، رضيته ما رضيته حائط موجود. جميل، هذا واحد. طيب. اثنين، جنابك يعرف أنه بعد التغيير مباشرة اللي جرى من 2003 إلى يومك هذا والمشاكل اللي موجودة بين الإقليم والمركز، طيب الثقة اللي معدومة، الأساس هو هذا، الثقة اللي معدومة بين باعتبار أنه كانت كثير من التعهدات، كثير من الالتزامات، كثير من الوعود تعطى إلى الإقليم كردستان، وورا شهر شهرين تنضرب عرض الحائط وتستمر هذه المشاكل من الحكومات. تقصد بالضبط هاي السياسة العبادي وعادل عدنان زين وياكم؟ بالعكس، العبادي أصلا 4 سنين قطع علينا كل شيء، 4 سنين انقطع كلها، حتى الموازنة مالتنا وقبلها سنتين انقطعت موازنة، لو تحسبها حساب عرب يعني تحسبها إذا كان بوقتها 17% أو خلينا نقول 10 تريليون، خلي 11 تريليون مخصص لإقليم كردستان لمدة 4 سنين، ومنك سنتين يطلع يعني 6 سنين. هاي الموازنة ذهبت بجيب المركز، وين راحت هم ما حد يعرف. زين تحكي بضائب وتصدر النفط وين جايك؟ هم قل لي وين بعد تكلم. بعد بعد استلام دكتور عادل عبد المهدي حقيقة استلم سنة كاملة لمدة سنة، أقرت في هذه الفترة موازنة الموازنة العامة سنة 2019، ومن ضمن هذه الموازنة موازنة إقليم كردستان اللي صارت 12.6، أي ما يقارب إلى 10 تريليونات أو 11 خلينا أقول عليها. هذه الأكو ضمن هذه المواد الموازنة فقرة العاشرة اللي تقول على أقليم كردستان أن يسلم 250 ألف برميل أو ما يعادل، والفقرة الجيم وراها اللي تقول في حال عدم تسليم أقليم كردستان ويستقطع من الموازنة المخصصة إليه باعتبار هناك صار ضرر. طيب اللي صار عندنا عادل عبد المهدي، دكتور عادل عبد المهدي كان يسلم الأقليم 453 مليار دينار فقط رواتب، موازنة كاملة لإقليم كردستان من 2004 اليومك هذا ما توصل نهائيا ما عدا هذه اللي وصلت جزء من الرواتب. هذا شيء يقول شيء يدل على أنه الجزء الباقي من 10 تريليون مقصوصة أصلا. إيش قد أنتوا يعني الضرر تقول لي جرد قلم قبل لا أنتقل، إيش قد أنتوا الآن تعتبرون أنه أكو ديون بذمة المركز؟ شوف أستاذ قصي الغالي، إذا أكو ديون بيني وبين الأب اللي تقول عليه، إذا كانت النظرة أبوية أعتقد ذني كل هالمشاكل راح تحل في حالة أن تكون هذا الاتفاق الأخير. حتى هذا الاتفاق الأخير إيش قصة صارت جعجعة عليه بالتليفون ما أخي شلون بالتليفون؟ أكو هناك صارت سنة وست أشهر إجت الوفود. أستاذ الدكتور العزيز الغالي ذكر فقرة أنه كان يفترض بشهر الواحد أن تطبق كل الاتفاقات اللي صارت عليها، لأنه الوفود ما صارت. خليني أروح للدكتور لسبب أنه أصلا صارت مظاهرات اسقاط حكومه الدكتور عادل وكورونا وازمه اقتصاديه والى اخره، هذا الوضع بحيث انت وياهم تتفق غير اكو فش جهه تتفق وياها حتى تسلم وتستلم. هذا اللي ما صار عندك. جميل. هذا الخلل دكتور انا اعرف عندك مداخله مسجل ملاحظه يمك. نعم. راح اسمعها. نعم. بس خليني اسال سؤال هيك بحسبه حتى يفهم، لان انا لغه الارقام اذهبها. نعم. بملعب جنابك. نعم. بالحسابات ايش قد حصه الاقليم سنويا وايش قد هم ممكن ان ينطونه بنسبه ايرادات اللي هي الإيرادات الخاصة بالجمارك والضرائب بالإضافة إلى عائدات النفط؟ حسب النسبة الجديدة 12.6%، لأنه كانت النسبة 17 وهي لا تتناسب مع عدد السكان. المهم اللي صار 12.6 بموجبها ميزانية 19، موازنة 19 وليست الميزانية فعلا 9 وشوية. أنا هاي مال الحسبة ليش هو يعني غير الرواتب أكون موازنة الاستثمارية، ليش هو بقية العراق ب 2019 شنو سووا بي شو استثمروا شو اعطوا للناس؟ أنا بس خلي أرجع، أنا بديت بعبارة قلت لا فرق بين أي موظف بالشمال والجنوب، لكن يجب أن أيضا أؤكد، يجب أن أقنع ابن البصرة بأن ابن الكردستان
أيضا يمد يده ويقوم بإعطاء إيرادات. يعني بالوقت اللي أنا ما لا علاقة الموظف في كردستان بأي مشكلة يجب أن أقنع ابن البصرة صح. مثل ما يبذل جهده. إذن منافذ إبراهيم الخليل يجب أن تأتي للعراق وتقدم بموجب الرقابة المالية. أنا وصفت المشكلة. هذا ما صار. هذا ما صار دكتور. وصفت المشكلة وصف بسيط. الدستور. بعيدا يعني أنا أقول الدستور ينطي الحق للثنين. صح. ال- 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 الوصف هو غياب الشفافية. وبالتأكيد في هذا الجانب جزء يعني حكومة كردستان عليها عتب. ال- 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 لغاية الآن لا يستطيع ديوان الرقابة المالية وهو مؤسسة مالية. احنا بالجوانب المالية ما عندنا واحد يحكي ويتعهد وينطي رقم ويجب أن أصدقه. بالمالية لازم أكو واحد عنده قلم أحمر يقول لي الرقم صحيح. اللي يقول لي الرقم صحيح هو ديوان الرقابة المالية. وانت تعرف وديوان الرقابة المالية الرقابة ممنوع من الدخول الى اقليم كردستان. لديهم وبالتالي لديهم اللي تحدث اذا تسمح لي اللي تحدث بعادل العبادي وقبل المالكي قال يابا انا ما اعرف ايش قد موظفين انطوني ايش قد عندكم بيشمرقه ايش قد عندكم موظفين حتى اعطي رواتب. يعني ماكو اقوى من عندها على مستوى الخطاب. ولذلك لكن ماكو امكانيه ان يروح لا مدير هيئه المنافذ ولا أبو ديوان الرقابة المالية يروح يدقق بالأموال. هذه هي الإشكالية الكبيرة. هم لديهم هيئة رقابة لكن لا تتبع والرقابة المالية اتحادية الجمارك اتحادية طيب. الضرائب اتحادية يجب تقديمها. وأنا متأكد وأنا كررتها في أكثر من مكان لا يوجد لدى لا وزارة المالية ولا لدى الحكومة أنا ما لي علاقة بالسياسيين وما يجري صح. لديهم رغبة في تخريب علاقة مع كردستان. كذلك يجب أن تدرك حكومة كردستان إن إطالة هذه الأزمة المالية سيسبب لها إشكال بين الشرائح الناس العايشة في كردستان. ويمكن رسائل بيانات يوم 12/8 و13/8 المتبادلة ما بين حكومة كردستان ووزارة المالية عكست لنا فجوة كبيرة وبيروقراطية هائلة. أهم دار بهذه المراسلات إن هنالك شكاوي من الناس إلى وزارة المالية وأنا هذا متأكد من عنده بأنها تريد أن تحصل على رواتبها مباشرة عن طريق توطين الرواتب بالمصارف دون المرور بحكومة كردستان. جميل. هذا خليني هذا أسأل السؤال. لا هذا مو سؤال مهم. مو مهم جدا. أنتقل للست نجيبة إذا تسمح لي. ست نجيبة قاعدة بيانات انطونا للمركز هذا حتى حوار الدكتور والمالية تقول لك يابا توطين على مستوى الرواتب وإحنا ذولا أهلنا وذولا المعلمين بكردستان والبيشمركة ذولا جزء موظفين من العراق. لكن ماكو شفافية سياسية على مستوى التعامل. انطوني قاعدة بيانات رصينة واعطيكم نسبتكم موظفيكم. ليش هذا التلكؤ من الإقليم؟ يا أخي أولا ديوان رقابة المالية يعني هو وفقا للدستور عندنا ديوان رقابة مالية في إقليم كردستان مادة 28 من قانون ديوان الرقابة المالية. ليش ما مرتبط هذا بديوان الرقابة المالية الاتحادي؟ الأمور المالية تكون بالتنسيق مع ديوان رقابة مالية في إقليم كردستان. أي أن ديوان يعني أعمالها وإدارتها تكون بالتنسيق والتعاون مع إقليم كردستان لأن احنا عندنا ديوان وعندنا وحدات رقابة مالية وهذه المؤسسات نص عليها الدستور وصادق عليها وليس القول بأن فقط الموظفين اللي يعملون في ديوان رقابة المالية في بغداد لهم يعني لهم المصداقية أما الذين يعملون في إقليم كردستان لهم المصداقية. مصداقية يعني أفهم أنه أنتم ست نجيبة إذا تسمحيني أنتم تقولون عندنا ديوان رقابة مالية إذا تسمحي لي ست نجيبة تسمعيني يعني الحسابات المتعلقة بالفلاحين هذا يدحض القول الذي يقول أنه ممنوع من الدخول إلى إقليم كردستان. دخلوا وراقبوا وعملوا بكثير من
من الحسابات ان اعمالهم في اقليم زين. كردستان. ست نجيبة، سؤال في اذهان كل العراقيين. ست نجيبة اذا تسمعيني، فقرة الف وباء وجيم هي تقول انه بالتنسيق والتعاون. طيب ست نجيبة اذا تسمعيني يا اخي، هسه الموظفين يعني اذا اجوا وصاروا مع الحكومه الاتحاد، يعني شنو قيمه البرلمان؟ ست نجيبة تسمعيني، مؤسسات اقليم كردستان، حكومه الظاهر ما تسمعي الهيدفون ما عندي شباب. يعني حولنا الاقليم. يلا ضبط ضبط ويا ست نجيبة. ست نجيبة تسمعيني الان، خلي شباب، خلي تضبط الهيدفون مالته ونرجع. اللي ذكره الدكتور معلومات خطيره جدا. يعني انتم مثل ما تريدون نطبق الدستور بعداله ونعطي النسبة 12.6 اللي قال عليها الدكتور، علينا أيضا عندنا رقابة حقيقية على الإقليم. هسه أنا دارد أسأل سؤال، إيش قد إيرادات نفط الإقليم على مستوى الشهر، على مستوى السنة من عائدات النفط؟ ما حد يدري. إيش قد المنافذ الجوية البرية؟ ما حد يدري. إحنا لو أكو مصداقية وشفافية مع المركز كان لربما والله غصبا على المركز يعطون رواتب موظفي إقليم كردستان. استاذ قصي، مو هنا الموظفين الاقليم ضحيه هذا الصراع السياسي. ثق لو يطبق الدستور بحذافير، خاصه اكو فقرات جدا مهمه، النفط والغاز. طيب هذا اذا طبق يا اخي ما يبقى ربع مشكله لا بين الاقليم ولا بين المركز، لان كل واحد راح يعرف ما له وما عليه. شنو رايك النفط والغاز المعارضين عليه 99% هم الكرسي في البرلمان في كل دوره، وهسه راح تأيد لنا الكلام. لا سمعت هذا الحكي هوايه يا اخي. طيب. اخو من اعلى القيادات اللي عندنا زين داعي بتنفيذ هذا القرار او تشريع هذا زين. ال 300 320 اللي المليار اللي بعثها 300 مليون دولار، هاي واحده من الصفقات اللي يسووها بتهريب اي مجموعه اللي مدمره البصره. زين هاي وحده من عندها. هي رواتب شنو 3 اشهر كانت؟ اي 300 مليون يعني 300 مليار و20 العالم. لا هي دكتوره 320 مليار دينار عراقي. 300 مليون يطلع احسبها بالدولار. اي هاي بعد يم الدكتور الدولار. نعم. ايه. بالنسبه ما ذكرته جنابك، احنا اذا تجي على اكو صلاحيات ترى الاقليم، يكون واحد اذا يتعمق بالصلاحيات اللي موجوده للاقليم وللمركز، اكو بيها مشتركه بين الاقليم وبين المركز. طيب هاي المشتركه بين من ضمنها المنافذ ومن ضمنها حتى الموارد الى اخره، اكو يعني صلاحيه للاقليم، ولا ليش صار الاقليم اصلا غير عنده صلاحياته؟ ذكر جنابك الموارد او النفط ايش قد يصدر. انا اقول لك اياها 481 برميل، يقول 500 يصدر، 250 محسوب حسابه انه يصل الى بغداد، مو واصل لاسباب اللي اقول لك اياها، لانه يجب ان يكون اتفاق موجود بين الطرفين وان يوقع حتى يضمن الطرفين حقه، ما صار هذا. اللي صار انه قلت لك الاعمال او التصرفات الخطا اللي كانت من ضمن الحكومات السابقه الى ان وصلت الى الدكتور عادل عبد المهدي، وردنا نتفق نوقع ما صار، اللي صار سقط الدكتور عادل عبد المهدي وراح. ف 400 500 يبقى 250 من ضمنها طلع ديون شركات اللي علينا، وهي يعني شركه تشتغل وياك وتطلع استخراج الى اخره، فانت مطلوب لها، اضافه الى الانتاج المحلي اللي موجود مطلوب من عندك. احنا اللي يطلع من عندك طبعا الذين يكونون صارن خارج سياق سياق المركز، شركات النفطيه وغيرها. هذا اقول لك انت باتفاق ليش صار السياق المركز خارج المركز يا اخي. احنا اولا لو نطبق للدستور، ما نطبق الدستور عوفه، اكو اتفاق دي يصير دي يوصل الى يعني الى التوقيع، اكو قدره الهيه ما اعرف. طيب يصير دكتور من يخرب هذا اللي يعرض هاي الاتفاقات، الاتفاقات السياسيه اقول المالية. لك يا انا اقول لك اذا يا. احنا مشكلتنا مع الاقليم مشكله ماليه، يعني بغض النظر عن السياسيه دائما العائق المالي هو بين المركز والاقليم. مؤكد يعني انا مؤكد القضيه، اكرر قضيه ارقام، وزاره الماليه وزاره فنيه لا سياسيه مطلقا. انا يعني انا اعرف من يعمل فيها. جميل. فالناس يردون بيانات. احنا مشكلتنا نعم الدستور لا يقول التفرد، اجي وياكم يقول التنسيق معناه احنا خلي نقول المنفذ الفلاني يوميا يدخل له كذا مليار، يعني المنفذ الفلاني يدخل له مليار كذا مليار. هذا الموضوع اذا ما حسب نجي للضرائب، كم تؤخذ الضرائب، ونبدي بحسابات بسيطة نجي على الموظفين بالملاك، هل هو
الموظفين المعينين في كردستان يطابق الملاك المنصوص عليه بالموازنة؟ أنا ما أريد أدخل بقضايا أنا القاعدة اللي قلتها في البداية وانتهيت إلها، إنه يجب وجود بيانات لا نزاود. الحكومة العراقية يعني إذا تقولون 250 مليون ما تسلم لأن ما صار اتفاق، إذا من ما صار اتفاق إذا لا تطالبون بالرواتب. أنا لو أعتبر هاي قاعدة مثل ما ابن البصرة أكرر، ابن العمارة، ابن الناصرية، ابن بغداد، ابن الاتحادية، انت تقول لي ماكو غلط، اقول لك لا والله بمنافذ البصرة اكو غلط بمنافذ، والا ما قام السيد الكاظمي بهذه الحملة على المنافذ. لكن هاي المنافذ اذا تريد يومية تدخل تعرف كل يوم المنفذ الفلاني ايش قد جاب، لكن هاي لا نستطيع ان نعرفها في منافذ كردستان، لا سيما ان هنالك عدد من المنافذ غير رسميه فعلا. فانا ارجع واقول ثقوا وزاره الماليه لو اقتنعت وهي ليست وزاره مسيسه لكتبت مطالعه لرئيس الوزراء واجبرته على دفع المستحقات 100% كما هي موجودة بضمن البيانات إذا ما اتفقنا. لكن لازم المدير عام الرقابة المالية مع الرقابة المالية بكردستان يجب أن يتوصلوا إلى نسق واضح. والله أنا أصدر 400 هاي معروفة سوم ومسجلها، بس بالتناكر وبالحوضيات ما قاعد نعرف دقتها ايش قد. خل اروح قبل لا اروح بس اعطيني بحسبه. قلت لي الجهات الاداريه بوزاره الماليه الفنيه، احنا بهاي الحسبه ايش قد جاي نخسر سنويا فلوس؟ يعني هي ال 250 الف يعني حتى حسب السعر. هم ليش صارت الان المشكله برزت اكثر؟ لان كانت ال 250 اللي ما يسلمونا اياها السعر 55 دولار للبرميل، هسه طبعا هم يعطون حسومات كبيرة لأنهم يصدرون خارج إطار سوم، وهاي هم فد مشكلة يواجهها حكومة كردستان لأنهم يضطرون البيع إلى وسطاء ثانويين بحسابات ثانوية. صحيح مضبوط وبسعر أقل، صحيح وجود شركة محاسبة لا شك، لكن لو انباعت بسوم وكان سعر البرميل يفرق عن سعر البرميل اللي تبيعه كردستان والإخوان يعرفوه. خلي أروح ست نجيبة. ست نجيبة شباب جاهزة ويا تسمعني الآن واضح؟ نعم دا أسمعكم. نعم طيب إذا تسمعيني خليني أسأل جناب سؤال. الآن انثار موضوع مهم، قال لك المالية وزارة المالية جهة فنية ما جاي تعرف فعلا حجم الإيرادات والمتعلقات اللي 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 بذمة الإقليم، حتى على أساسها أنا أحسب إيش قد أعطيكم فلوس وش قد اخصص للاقليم. وبالتالي بغداد تقول لك انا ابو البصره دا اخذ من عنده ضرائب، اخذ من الوسط والجنوب، لكن ما اعرف حجم الضرائب والجبايه اللي باقليم كردستان ولا ايرادات النفط واصلتني، فكيف تطالبني الان بحصه؟ وبالتالي كل اتفاق سياسي ما يراعي هاي القضيه ودا يدز لكم اموال ويتعامل وياكم بحسن نيه، يابا جاي يدز لكم اموال، تعالوا لبغداد قولوا لي ايش قد حساباتكم. شوف اخي، هل تكنولوجيا الحديثة إضافة إلى زيارات الوفود السياسية وكذلك الفنية من أقليم كردستان إلى بغداد أصبح كل المعلومات بشفافية واضحة لدى وزارة المالية ولدى الحكومة الاتحادية؟ يعني عدد البراميل النفط معلومات وأموال وبس معلومات ميناء جيهان طبعا، يعني اكو كمبيوتر وكل شيء مبين على الشاشه. طيب. الحكومه الاتحاديه ووزاره النفط تعرف الكميات المبيوعه، هذا من جانب. الجانب اخر الارقام التي هم يعني يناقشون عليها ويتحاورون عند المفاوضات، يعني وفد اقليم كردستان خلال هالسنه اكثر من 7 مرات راح شو اسمه بغداد، وفي كل جلسه عندما يجلسون مع وزارة المالية ومع الفنيين ومع وزارة النفط بالتأكيد تصير تحاور وتبادل معلومات حول هذه المعلومات جميعها، لكن المشكلة ليست فنية مالية أبدا، المشكلة سياسية. هي سياسية. قوليها ست نجيبة، قوليها مشكلة سياسية. من يوقف الدربكم ست نجيبة؟
إذا تسمعيني إذا تسمعيني جنابك والبيانات وكذلك التصرفات يعني التي تقومها الدولة تقوم بيد الحكومة الاتحادية. ست نجيلة تسمعيني لو لا جنابك. بيد حكومة أقليم كردستان. وما ننسى أنه في 2017 يعني كان هناك يعني قتال وجو حتى يحاولون انه يعني يحطمون الكيان الاقليم كردستان. جميل. لكنهم جميل. لم يستطيعوا. هسه ما بدي ادخل بمحور امني وغيره. ست نجيب اذا تسمعيني اذا تسمعيني جنابك حاولي ان تسمعيني لان انا جاي داخل ويا حضرتك بقضايا مهمه جدا. وصلتيني على الخلل، قلتي لي الخلل مو مشكله فنيه ولا مشكله ماليه، خللنا سياسي. منو يوقف أمام إقليم كردستان كعائق على مستوى التفاوض وتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم؟ خطوة نحو معالجة المشاكل. يعني السيد مسرور بارزاني من إجا وصار رئيس أقليم حكومة أقليم كردستان، أو يعني أولى أهدافه أنه تصفير المشاكل والتوصل إلى حلول نهائية جذرية مع حكومة الاتحادية. لكن حقيقة يعني طوال هذه الفترة ما قدرنا مع ظروف تبديل الحكومة وتصريف أعمال، وصارت يعني حكومة جدا وكورونا، فما توصلنا إلى إنهاء وتصفير مشاكل. لكن نتمنى من خلال هذا الاتفاق الأخير أن يحصل على تصفير مشاكل، خصوصا المشاكل المالية هذه أولا. ومشاكلنا مع حكومة الاتحاد ليس فقط مشاكل مالية وحدها، مشاكل متنازع عليها، مشاكل متعلقة برواتب البيشمركة، ومتعلق بمسائل أمنية، مسائل اقتصادية، يعني ليس فقط أمور مالية بحتة. جميل. راح أرجع جنابك خلينا ننتقل لأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، حكومة عادل عبد المهدي كانت معاكم حتى قامت تدز الأموال بدون ما تعرف ايش قد يجيها، هذا الواقع يقول مو أنا أقول، وكان وزير المالية من عندكم وكل الأشياء جميلة. السيناريو تغير بعد خروج السيد عادل عبد المهدي، الآن خطوة السيد الكاظمي بإرسال هذا المبلغ. أنتم شلون يعني شلون شفتوا هاي الخطوة؟ وهل فعلا راح تكون جدية من الإقليم هاي المرة؟ لو نرجع للمربع الأول. اولا دكتور عادل عبد المهدي ما نطشي من جيبه، يعني منه اللي نطا ضمن اتفاق صار مو اتفاق موازنه وقرت بالبرلمان. طيب يعني كل الكتل موافقه عليه انه يصرف الى الاقليم كذا مبلغ، وهذا اللي دي يصير كان ومشت لمده سنه. استلم بعد ما صار قلت لك هاي الست اشهر الى ان شكلت الحكومه، من شكلت الحكومه قطع هذا الامر. مع العلم لو تجي هسه حتى اللي يقول لك ليش اكو بعض النواب يقول له ليش يشكر على رئيس الوزراء؟ ليش صرف 320؟ هذا مخالف للقانون. انا اقول له ليش مخالف للقانون؟ اصلا العراق دا يدار من يعني بعد بدايه 20 سنه ال 20 كله على 12، يعني الموازنه القديمه هي 17% استاذ دكتور. لا الصرف 1 من 12. واحد من 12 بالفعلي السابق بالضبط. ايه واللي هو ضمنه تسليم 250 وياك. مو انا قلت وين ال 250؟ ماكو ال 250 وعلى اساس ارجع اقول لك على ال 250. 250 يا اخي مدا اقول لك وصلت يعني الشهر الواحد انه كل شيء انتهى والكل عرفت بها هاي. وصلت للاعلام، وصلت الدنيا وكلها وصلت على اساس راح تسلمون الفلوس الشهر الاعلام بس والقبلهن كل الاتفاقات يا اخي اللجان اللي جتي ماده 140 المنافذ البيشمركه النفط ثق كلها كانوا متفقين عليها انه يتفق عليها بشهر الواحد نبلش بيها بعد. يعني ما كان اكو مشكله بقد، ولكن اللي صار مو شغله اراديه مو بيدنا كانت. صارت انه التظاهرات اسقاط حكومه عادل عبد المهدي. زين ويا من تسلم تستلم؟ غير اكو مقابلك جهه، غير انت بعد يصير عندك بينك وبين اتفاق رسمي. جميل. هذا بس اوصل لك هاي الفكره الاخيره. انا اكو فد اشكاليه حقيقه، يعني كل اللي بزمن عادل العبادي قلت لك اياها نهى يعني دمر 4 سنين قطرت هوا حتى الهوا راد يقطع عليه. زين انا ايش اسوي؟ زين انا عندي نازحين مشكلتكم ويا العبادي انطب الكركوك والمناطق المتنازع عليها. انا عندي نازحين 4 ملايين. عندي حرب داعش المركز درهم منطاني دا تعرف شلون؟ صحيح. زين عندي شعب يريد من عندي. هاي ال4 سنين خلفت هواي مشاكل من وراها هي هاي، تعرف شلون؟ لهذا السبب ينذب اللوم. يا اخي انت لو بوقتها يعني قلت لك اياها هسه لحد هاللحظه هاي ليش يسلم الاقليم قطره رصاصه؟ ما بقصر توصل؟ ماكو.
اذا أكو, اكو اكو ايضا غياب التنسيق والرؤيه والى اخره. الان مع هذا الاتفاق الجديد اتامل حقيقه, انا اقول لك اياها رغم كل المشككين اللي قلت لك اياها من البدايه, اكو اتفاق باذن الله يكون هذا الاتفاق بدايه خير وينهي كل المشاكل الموجوده. جميل. دكتور احنا الان بازمه ماليه واكو اخبار انه الحكومه تروح تقترض, عندنا مشكله بتسديد الرواتب. الان من سمعوا الدنيا ذكرها قال لك انقلبت الدنيا شلون, مجرد تليفون هاتفي دز لهم 320 مليار. تعتقد الان التوقيت حقيقي ان يرسل هذا المبلغ رئيس الحكومه واحنا في ازمه ماليه خانقه, لو هذا استحقاق الناس ويقول لك موظفين ولازم ارسلهم المبلغ؟ بالمناسبه فقره, ترى شغله الرواتب بعيده عن الموازنه صدقني. صح, هاي فقره موجوده هو ما له علاقه بالموازنه. هو مو اول مره ارسل, في شهر 4 ارسل ال 4 مليار يا ابو, وارسل معها رساله, يا مو اول مره يدز لكم, وارسل رساله معها, ارسل رساله دكتور نزل 4 مليار 400 مليار 400 مليار هاي شو قلت بشهر 4 400 مليار. نعم صحيح. وكانت ايضا مرفقه بخطاب من وزاره الماليه باتفاق مجلس الوزراء انه الموضوع ينتهي 8 اشهر فقط, تريليون. اذا 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 راح سجل عندك هاي الملاحظه عشان نجيبه. احنا المفروض 5 تريليونات تصل استاذ. غير انا شوف, انا ما اريد ادخل بنقاش من هو المذنب ومن هو الصحيح, لكن أكرر, إذا لم تحل شفافية البيانات ويعرف المواطن بالعراق كله كم تأتي إيرادات من كل مكان ومن كل منفذ, سوف لن يكون أو لن تكون هنالك عدالة. يعني أنا الآن أدعوكم اطلعون المنافذ البصرة, رغم كونها قليلة لكن أكو منفذ ومحسوب ويدخل بالموازنة. الضرائب ايش قد تجي وتدخل بالموازنة, كل المنافذ ومؤسسات الدولة وتنشر. دكتور أنا أريد بس تدخل بالخزينة العامة. ست حسيبة هي نجيبة, ست نجيبة أنا ما راح أدخل وياك بنقاش. أخت عزيزة, الحكومة الاتحادية أخت عزيزة, بس أنا أقول لك أعطيني موقع, أعطيني موقع أروح أعرف إبراهيم الخليل كل يوم ايش قد ايراداته والمنافذ الغير رسميه. انا اعطيك موقع تدخلين بي, تروحين تعرفين كل منفذ ايش قد ياتي للعراق. ارجوك ست, لا يعني عفو بس أنا الكلام أنا حتى يكون واقعي. انا لست يعني من 2014 و15 و16 و17 و18 و19 يا ستي مو مسلمونه ست نجيبه, مو مسلمونه ايرادات ست نجيبه, مو انتم ما تلتزمون بالاتفاق مع بغداد. ست نجيبة إذا تسمعيني أنتم ما تلتزمون, فحقكم تطالبون فعلا قطع موازنات. إذا تسمعيني يعني زين 63 تريليون الآن عجز يعني, والرقابة المالية العراقية أيضا حكومة أقليم كردستان تطلب حكومة كردستان جزء بالرقم طبعا اللي قدمته 128 تريليون دون أن تشعر. خلي ست نجيبة إذا تسمعيني دكتور, هذا الرقم مش قد نطلب موجود من بس خليني ست نجيبة. سيدنا جيبه ندخل ثبتي مداخلتك, عذرا دكتور ثبتي المداخله, راح اعود لك الان بس خلي اسمع يعني الارقام من الدكتور. لا احب الحوار اللي بيه تقاطع. انا اصغي لكم جيدا. انا قلت شنو عندي, انا رجل مستقل بعيد عن كل الوضع. دكتور هاي اعرفها اعرفها, والراي العام العراقي كله يعرفها. قلت لي الان مثلا اذا احنا قلت وش قد نطلب العراق, ديوان الرقابة المالية أيضا أعد قال إحنا دائني عندنا دائنية على حكومة كردستان وهي مدينة لنا ب 128 تريليون. أنا لا أريد مناقشة هذه. أنا أقول هذا من ياسنة ياسنة دكتور. إجا الكاظمي أرسل 400, خلنا نتفاهم عليها. رسالة وزارة المالية ردا على الإقليم يوم 12/8 أيضا كانت واضحة. أنا أقول للإخوان السياسيين لا يدافعون عن قضية فنية دفاعاً سياسياً. إخواننا وأهلنا وأحبائنا بكردستان ينتظرون رواتبهم. إحنا ما نجي نقول تطونا 300 وإحنا نطلب 900 ما تحل. ولو وهاي سالفة إذا ما النوايا, وأكرر وزارة المالية العراقية وزارة اتحادية كما هي, وزارة الخارجية اللي قودها أخونا الأستاذ فؤاد, إذا لم تأتي البيانات
سنبقى، يروح الكاظم ويجي غيره بالتأكيد ويجي غيره، ستبقى المشاكل طالما لا أستطيع الدخول على موقع أعرف كم سيارة باليوم تدخل بمنفذ إبراهيم الخليل. جميل. ومنفذ سليماني. جميل. راح أخذ الست نجيبة، بس عيد لي هاي مهمة. 128 تريليون هاي من شو وقت لشو وقت؟ هاي ابتداء من سنة 2014 وانت جاي. هو صار حسبة متقابلة، هم قالوا احنا نطلب الحكومة 84 تريليون، الحكومة حسبت المتأخرات وعدم التسديد النفط بسعره. يعني انت من ما تعطيني 250 الف من كانت 56، هسه تقول لي انطيك 250 لان سعرها كذا، بس رواتبي ترى 900. ولذلك انا والله المشكله فنيه، بس الاخوان السياسيين هسه قاعد تشوفون شلون متحرر. حكومة المركز حكومة خاطئة لأنها لم تصفر المشاكل، أبقت تدورها. لذلك احنا نحكي على الحكومة وننتقدها، بس انتم ما تنتقدون. جميل. لا 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 لا, لا هاي نقطة مهمة. يقول لك العبادي أربع سنوات والحكومة شلون؟ دكتور الحكومة شلون ما تحركت بإجراءات؟ دا يقول لك أربع سنوات، أربع سنوات ما منطيني لا رواتب ولا منطيني شيء. بس خلنا راحت وقعدت بأربيل وبسليمانية ودققت وطلعت، وعليها تم إقرار 317. حسبوا وش قد يدخل منافذ، حسبوا وش قد يدخل نفط، حسبوا وش قد الملاكات بها اخطاء. 317 انتم 317 مليار شهريا، ما شهريا منها درهم. لا لا لا, لا, لا احنا انا احنا بطيئة. انا كنت بالوظيفه وكانت وزاره الماليه في عهد العبادي شهريا ترسل 317. وانا لا موجود. لا لحظه 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 لا لا لحظه استاذ مهدي. لا 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 هاي خطره جدا. لا جديات. لا لا لازم نستعرضها للراي العام العراقي. ست نجيبة وأستاذ مهدي اتفقوا أنه أربع سنوات في حكومة العبادي لم يصل دينار إلى حكومة إقليم كردستان. 317 أنت جنابك هو اللي بداها. لا بس إذا تسمح لي، أنت جنابك تقول 317 مليار شهريا يصل إلى الإقليم ويرسل بالطائرة يروح الكويت، وموجود موجودين الشهود. يروح الكويت ليش؟ يروح الكويت لكويت لكويت يعني لكويت. سائل يعني كاشموني. قلت وين وديتني؟ لا يا جميل. لا يا جميل. كاشموني يروح بالطيارة. هذا حصل لكويت. بعد دخوله إلى كركوك. يعني رغم كل المشاكل كانت 300. يعني خلال أربع سنوات 300. لا كانت توصل خلال أربع سنوات. أكو تلك صار بأشهر ما سلمنا. إيه نعم. لا لا كان أكو أشهر ما سلمنا من صارت مالت النزاع وال شو اسمه الاستفتاء وإلى آخره. بعدها بدأ. لا أنا قاعد أقول لك هسه من الأربع سنوات. إذا تسمح لي أستاذ مهدي، إذا الأربع سنوات أستاذ مهدي لا راح أرجع لك. إذا الأربع سنوات الإخوان موجودين، إذا الأربع سنوات حسبة أني سنة بيها خسائر استفتاء وغيرها وبعض من حرب داعش ما وصلت. عندنا احنا 317 مليار يصل الى الاقليم في حكومه وست نجيبه كانت عضوه برلمان وتعرف ولجنه ماليه. هاي الاموال كانت تصل الى الاقليم. لا ما كان يرسل. وسؤالي هنا، العبادي يدز 317 مليار الى اقليم كردستان اربع سنوات، شنطو لم يكن يسلم النفط. لم يكن يسلم النفط. نعم. ولا دينار. لا صارك سنة يعني الآن لا تحضرني الأرقام. صار بها تسليم تلك حتى اختلفوا على الحجم. هم قالوا إحنا معدل، لأن كانت وزارة النفط قالت الشهر الخامس أو السادس لم نسلم أو لم نستلم الميتين. قالوا لا حسبي على مود سنة. شوف المشاكل من ميزانية 2014 بعهد المالكي. لا العبادي كان 2014 كان المالكي قبل لا يطلع. بالمالكي لم يضع بال 2014 ميزانيه لم تكتب بالعراق. صح. صح. شنو سببها؟ كان هذا الاختلاف. من ذاك اليوم لليوم احنا ترى على نفس المشكله. انا تاخرت على استاذ مهدي. انا بس اعتذر. تاخرت على استاذ مهدي بس ذكرت لي رقم، قلت لي هذا مو اول مره يدز الكاظمي. قبل دز 400 مليار. شو كنت دزهن؟ بشهر أربعة شهر الرابع اللي راح. اي نعم. وهسه هاي من بداية السنة. أيوه لأنه الرجل استلم. وهسه رغم اللي صار بين وزارة المالية أيضا مرة ثانية أبدأ حسن نية
وانا متاكد بس اكو لحظه 300 اكو مداخله. تولى الكاظمي مقاليد الحكم شهر الخامس. اذا الخامس ارسل الخامس. اذا ارسل الخامس لان واحد وثاني وثالث شهر الخامس دز 400 اي وكان قبلها وهسه دز 320 مليار. هسه 320 لكي يحلل لا استاذ مهدي نقطه حل الامور نقطه الخلاف. اي والله بغداد زينه هسه لحد الان ما مقصره ويا موظفين اقليم كردستان واهم تريد قاعده بيانات. دز لكم الرجال 400 بشهر الخامس ودز لكم 320 هسه والعبادي كان يدز لكم قلتوا ما يدز لكم والرجل هنا بالماليه مشكلتكم شنو؟ لا والله انا مو بالماليه بالبنك المركزي. العبادي شغله العبادي اذكرها دكتور يمكن اول شهرين ولا اكثر من عنده ولا المشاكل بدت خوخو حتى الهواء انقطع علينا ممكن داز ما تصعيد سياسي. لا ودعتك انا تصعيد سياسي استاذ مهدي انا اقول لك خلينا نحكي بالوقائع دقيقه. انت تقول لي الموارد والاسماء والموظفين وكلها ثق هاي الوفود اللي اخر الوفود اللي جتي اخر وفد حتى الاعداد الموظفين حتى ايش قد يصدر هاي كلها اجت انتم جبتوها. من يقول مو هاي الاسماء بيها فضائيين بس خلق من يقول هاي الاسماء دقيقه من يقول هاي الايرادات دقيقه غير تسمحون لابو المنافذ يجي انت اذا تحاسبني على مصداقيتي خو انا يوم اقول لك والله ابو الرقابه الماليه ما عندك والله ما عندي مصداقيه ابو الرقابه الماليه يقدر يعطيني مال 2004 ليومك هذا الحسابات الختاميه لكل الحكومات اللي جتي موجوده؟ يعني موجودة؟ ما موجودة راح تخلينا نرجع حسابات ختامية موجود لا 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 ما موجودة جيب لي حكومة خدمة حسابات الختامية جيب لي الرقابة المالية الرقابة المالية لو عندها سيطرة على المنافذ اللي مولي تعرفها بالعراق من الجنوب ماكو مشكلة يا اذا ما عندي مشكلة على الفساد والله ما عندي مشكلة اثنين بس انت تريد استحقاق اعلن لي ايش قال حتى اعطيك النسبة اقول لك انت من تريدني انا اتفق وياك اوصل وياك الشهر الواحد كل هاي منتهية وتصير اللي صار ما عندي انا يعني مشكله ترى مشكلتي انه اسلمك كل هاي بس على شرط انه انت تكون وياي تأدي كل اللي مستحقاتي هذا الشرط اللي كان والله موجود يعني وهذا حتى نفس هذا الاتفاق همنا موجود لحد هذه اللحظه انه يا بسلمك كل اللي تريده على راسي صحيح والدليل ذكرتها الاخت نجيبه انه السيد مسرور البرزاني اول ما استلم اول يوم ثاني يوم اجى لبغداد يعني اكو نيه الان من الاقليم بتسليم كل شيء واكد لك كل هالامور اللي موجوده يا الله والمخلفات يا الله اللي احنا شوي انا اسف عبرت على الوقت جدا والمشكله السكايب اليوم ما كان تسمعنا جيدا ست نجيبه كنا نسمع الجانب المالي والنيابي من عندها لان كانت هي 4 سنوات في لجنه ماليه. أنا ما يسعني إلا أن أشكر السيدة نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية النيابية وتسامحنا على مشكلة السكايب والإنترنت والشكر موصول أيضا للدكتور محمود داغر خبير في المجال الاقتصادي والمصرفي والشكر للصديق مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. كلمة أخيرة للأحزاب السياسية والحكومة العراقية قضية المركز والإقليم لربما من القضايا العالقة من عام 2003 حتى هذه اللحظة نسمع بوفود تجي وفود تروح وبالتالي ماكو مصداقية على مستوى الشفافية بالتعامل والآن حتى ابن البصرة مثل ما ذكر الدكتور ابن بغداد يتطلع لأخوه الموظف المعلم في إقليم كردستان عليه أن يستلم مستحقاته. فإذا كانت حكومة إقليم كردستان جادة أن تعطي بيانات الناس لأن حرام إذا أكو مرتبات تدفع في بغداد حرام المعلم والأستاذ الجامعي في إقليم كردستان 3 أشهر ما يستلم راتب هذا كفر وحرام وبالتالي المسؤولية الأخلاقية أمام شعبكم أمام ناسكم أمام ممثليكم اللي يعيدوكم في كل انتخابات أن تحققون التوافق مع بغداد وأن تخلص من قضية المركز والإقليم. السلام عليكم. محلولة.